ستوريات علي. عسلامة ومرحبا بكم. الليلة في ستوريات علي باش نحكيو على حاجة فما برشا اللي يعرفوها وبرشا ما يعرفوهاش، نفسروها شنو بالضبط وبالطبيعة نعطيو دي زيكزامبل اللي صاروا في الحقيقة. يظل هكا طورنا برشا في السسبانس، وشنو حسب رايكم لفي مانديلا؟ ليفي مانديلا هذايا فينومين كبير اللي مخلط بين لابسيكولوجي الميموار والمانيبولاسيون. ليفي هذايا يخلي برشا عباد اللي سمعوا برشا حاجات واللي عمرهم ما راوها. الفازة هذه جات مع نيلسون مانديلا اللي في ايبوك الناس الكل تقول لك اللي هو راهو مات في الحبس عام 1980، ألوغ في الحقيقة خرج من الحبس عام 1990 ومات عام 2013. ليفي مانديلا هي الانفورماسيون كي تجي للعبد في ساعة يصدقها ويبدا يحكي فيها للعباد الآخرين، لين تصير بانديمي نتاع معلومة غالطة واللي المخ نتاع أي عبد يسجلها. تنجم تكون اون فوس كرويونس، معلومة غالطة، حلمة، ولا تخلط بين لي سوفونير غيال والإيماجينير. علماء توا يحلوا ويحبوا يحاولوا ويحبوا يفهموا الفينومين هذايا، كيفاه مخ العبد ينجم يكون معقد اسبوان، كيفاه مخ عنده القدره باش يقبل معلومه غالطه ويحاول يعدي المخاخ الاخرين. نبداو باكزامبل سهل، الكلنا نعرفوا جو مونوبولي. برشا عباد كي تقول لهم جو نتاع مونوبولي يجي في مخهم كالبيرسوناج اللي باش لاغم واللي بالتربوشه، برشا زاده يسخيلوه لابس مونوكل وحاطها قدام عينه، اما في الحقيقه ما فماش منها المونوكل جمله. الكلنا زادا نعرفوا لو بانتر ليوناردو دافنشي والتابلو نتاعو لا جوكوند، زادا برشا فينا نحسوا اللي لا جوكوند ديما تكحر ومش عاجبها شيء، ألوغ في الحقيقة وكان ثبتوا في التابلو تلقاها تتبسم. حتى كان تبدا حاجة قدامك وترى فيها، ليفي مانديلا يخليك تصدق اللي سمعته أكثر من اللي ريته. كيما بار اكزومبل عام 2003 فما ديسان انيمي اسمه لا فامي بيرنستاين، توفى باس تي اي ان. الميموار نتاعنا حاجة عظيمة برشا، كي ترى الحروف هذوكم وتقراهم بالزربة المخ ما يقبلش الأ ويبدلها بالأ، لين ولات الناس الكل تقول لا فامي بيرنشتاين. لي بروديكتور مساكن ماهمش فاهمين كيفاه صارت الفوضى هذايا، حتى هو الكوميك قعد كان دو سيزون ومن بعد نحاوه. اكزامبل آخر نكملوا بيه والناس الكل اللي تعرفوا، كي نقولوا كوينز نقولوا زادة الأغنية المعروفة نتاعهم وي آر ذا تشامبيونز، برشا عباد كي تغناها يكملوا الأغنية بجملة أوف ذا وورلد، اما في الحقيقه ما فماش منها البارول هذيك. وتوا نخليكم تعاودوا تسمعوها وتركزوا سورتو في اخر الاغنيه. توفى حكايتنا نتاع اليوم ونقولكم سور سو.